متابعينا في اليوم السابع، اهلا بحضراتكم. احنا اليوم معانا نموذج الحاج او الاستاذ محمد نصر الله ابن قريه كفر القديم بمركز بلقيس بمحافظه الشرقيه. اهالي قريته بيلقبوه بالحاج صلاح عطيه، الراحل صلاح عطيه رحمه الله عليه، لما هو ملموس عنه من مشاركته في كل الاعمال الخيريه اللي تمت على ارض هذه القريه. محل ثقة كبيرة جدا من أهالي القرية وأبناء مركز بلقيس ومحافظة الشرقية، وهيكلمنا عن رحلته الكبيرة في المعهد الأزهري والمسجد القرية وغيرها من الأعمال الخيرية اللي ليه بصمات واضحة فيها بمشاركة أهل القرية. احنا بنرحب بحضرتك في اليوم السابع، سعداء جدا يعني ان احنا بنقدم هذا النموذج المحترم، وحابين حضرتك بقى تعرفنا بنفسك وتكلمنا عن مسيرتك مع ابناء قريه كفر القديم. اولا برحب باليوم السابع في الكفر القديم بلبيس شرقيه، وبرحب بالمهندس محمد نار اللي كان سبب في هذا اللقاء. واما بالنسبه للقريه، انا محمد نصر الله الشلفه من اهالي قريه الكفر القديم مركز بلبيس محافظه الشرقيه. أشرف أنني أنتمي لهذه القرية التي ولدت فيها وتربيت فيها وتعلمت فيها، وتعلمت حب الخير منها ومن أهلها. أهل هذه القرية يتصفون بصفات كثيرة، منها الوفاء ومنها الإخلاص ومنها العطاء، وبعطائهم وإخلاصهم وبيهم كلهم قدرنا نعمل الأعمال اللي عملناها. فهي ليست أعمال منفردة، ولكن كلنا كنا مشاركين فيها أهل القرية جميعا، لا فرق بين أحد وأحد، الكل على قلب رجل واحد. أستاذ محمد، يمكن أبناء القرية هنا يعني بيتوقعوا على حضرتك يعني نفس الأعمال اللي عملتها مشابهة للراحل صلاح عطية، وكان حضرتك ده مجهود ذاتي يعني من الله وابناء القريه والتبرعات اللي كانت بتيجي، لكن كان محل ثقه كبيره جدا. كلمنا بقى عن بصمات حضرتك وايه اللي تم بالجهود الذاتيه في هذه القريه دي تعدادها حوالي 7000 نسمه، ولكن هناك فرق كبير 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 بين هنا والحاج صلاح عطية. حاج صلاح عطية قائد العطاء في جمهورية مصر العربية وقائد الخير في الجمهورية، ولكن احنا زرع بسيط بجواره ونبت صغير بجوار الحاج صلاح. لكن القرية احنا بفضل الله عملنا المعاهد الأزهرية ابتدائي وإعدادي بنين وإعدادي وثانوي فتيات، وعملنا المسجد الكبير المجمع إسلامي، عملنا جبنا سيارة إسعاف تويوتا حديثة برضو لنقل المرضى والموتى لهذه القرية. وطبعا ديت مشاركة أهل القرية جميعا وتعاونهم، لأن القليل الكثير القليل الكثير بيعطيني نتائج كثيرة. طب كلمنا بقى حضرتك يعني اختصار بقى المعهد ورحلتك معايا، وإن المعهد ما شاء الله 10 أرضيات يتبني ويشتغل في 3 شهور. المعهد يعني اتبنى في 10 جريات المتبرع الحاج السيد عبد الحميد عفيفي والحاج حسن عفيفي والحاج محمد الصادق صيام، تبرعوا بالأرض والبلد قامت بالبناء. البلد شاركت بالبناء لأن الناس كانت بتجمع، جمعنا في 4 جمع عند المعهد، صلينا الجمعة 4 مرات، لدرجة أن الناس كان ممكن مثلا 20 بنا بيبني ممكن 200 واحد بيناولوهم. الناس ساعدت بالجهد وساعدت بالمال وساعدت بكل شيء، لدرجة انه اخرجت نموذج متكامل. كان كل بيت مهتم بالمعهد، كل بيت مش كل فرد، يعني كل بيت يشتغل ويعمل 24 ساعة في المعهد ده اعدادي ثانوي. يعني حضرتك يعني شغلت مديرا للمعهد حتى حالتك للتقاعد
أنا كنت في مدرس في معهد فتيات بلبيس، ووكيل الوزارة وقتها عبد العزيز داود عليه من الله الرحمة، وأنا بشرح له إزاي في افتتاح المعهد، إزاي المعهد يتكون بكم طن حديد وكم طن أسمنت، مكونات المبنى، لأن إحنا بنشتغل بنص تكاليف، يعني إذا كان المبنى يقيم بمليون إحنا نعمله بخمسمائة ألف، إذا كان المبنى يقيم باتنين مليون إحنا نعمله بمليون، لأن بفضل أهل القرية. فبشرح له الوضع، فقال لي انت شغال ايه؟ قلت له مدرس في معهد بلبيس. قال لا تيجي هنا شيخ، لان المعهد محتاج بناء معنوي اكتر من بناء الحسي. فبالفعل جيت هنا، وكان بيساعدني الحاج علي، انا بتكلم على الاموات وما بيجيبش سيرة الاحياء، احياء موجودين مش عايزين مدح، يعني احنا لسنا من الذين يحبون ان يمدحوا وهم لا يفعلون، أو يعني إحنا يعني لا نمدح الأحياء ولكن نمدح الأموات، اذكروا محاسن موتاكم. فأني كان معايا الحاج علي والحاج حامد خاطر عليهم من الله الرحمة والرضوان. الموانع والأشخاص اللي هم يستطيعوا إيقاف المسيرة كان اللواء مصطفى صيام بيزيلهم، وكان عون مساعد، وكان نعم الأب. المواقف اللي أنا مش قادر أنساها موقفين. الموقف الأول موقف ولية بسيطة، جت باتنين كيلو سكر وورقة شاي، وقالت طبعا دي كانت بسيطة ومريضة، فأنا قلت لها هنا كتير، وكان فعلا فيه هنا كتير، قالت أنا هرميهم في المونة، وعشان إحنا، فقلت لها لا يا حجهاتي. أما في موقف آخر، كان موقف بنت محمد ابن اخو على ابو رجب، اسمه ايه؟ بنت واحد من ابناء القريه هنا وفقير، فقامت في المسجد وانا بلم تبرعات قلعت الحلق بتاعها. ف البنت ديت لمت ثمن الحلق 100 مره من الناس في الجامع، لما ابوها جلعها الحلق وهي استسلمت لابوها، واثر هذا الموقف مش في انا بس، في الناس كلها، طفله صغيره، فالناس كلها ادوها واثنوا عليها وادوها من المال ما لا يعلمه الا الله. في موقف ثاني حضرتك مع اهل الخير سواء من بره القريه او خارج القريه، لان انا كنت محمل ثقه كبيره. لما موقف حصل، جالي واحد يعني وسال، اتصل، فقلت له انا في المكان الفلاني، جالي ثلاث مرات، في المره الثالثه قال لي انا مين اللي بعتني ليك؟ فانا تلقائي يعني هقول ربنا سبحانه وتعالى اللي بعتك، فقال لي والله ربنا. فبقول له ازاي يعني؟ قال لي انا كنت بعمل عمرة، وكان حاضر معايا العزة بتاع الحاج السيد عفيفي واخو الحاج حسن عفيفي صاحب الارض، قال لي كنت بعمل عمرة وشفت المعهد ده في رؤية ربنا في الحرم المكي والحرم المدني 10 مرات والله. فجيت وانا اول مرة اجي الكفر قديم، فجيت هنا جبت طبعا لو هو بيحكي لي كده انا يعني ما سيطرتش على نفسي في البكاء بصوت عالي ومرتفع يعني اجش. وساهم الموقف الاخر اللي انا كنت رايح اعمل، مهندس من البلد قال لي اعمل المئذنة خرسانة، انا كنت متفق على واحد يعملها طوب، الطوب ب 500 جنيه ارتفاع، الصنعة خرسانة ب 1200 جنيه، فبعت لي واحد قال لي لا اعملها خرسانة وانا هدفع الفرق. فوانا بشتغل في اول يوم الاولاد الصناعية سألوني انا مين اللي بيمول لي؟ قلت لهم انا على الله يعني فقالوا في واحد في 100 غمر اسمه محمد زنون بيعمل المآذن دي.
فرحت وانا ماشي حصلني واحد من البلد خدني بالموتوسيكل لعند نوبه والدهشنه، قلت له انا رايح الزجاجيك. فانزلت ركبت عربيه، فتت عربيه كان اسمه علاء جميل اللي انتوا اخوه اسمه عصام المهندس عصام، كان رايح الزجاجيك خدني معاه فوصلني لعند الموقف بتاع ميت غمر. فركبت موقف ميت غمر والله ما لقيت في جيبي غير المناديل، علبه المناديل والتليفون. فبسأل الراجل جنبي انت رايح ميت غمر تعرف فلان اصلا؟ قال انت بتبني جامع؟ اصل الراجل ده بيعمل مآذن، هوديك ليه؟ فوداني ليه وقلت والمجول من هناك، قلت طب بتصل على المجول اجيب منه. فقال لي يا ابني خلاص المئذنة على حسابي. بتصل على المجاول، المجاول زعل ان انا رحت للراجل الخير ده. ليه؟ لانه بيعمل المآذن عنده المتر ب 900 جنيه لانه دائم، انما انا ب 1200 جنيه. فقلت له هديك الفرق. فانا لسه بقول له هات 50 جنيه ولا حاجه علشان ارجع بيهم. ما انا رايح لقيت الراجل ده اللي انا رايح له عشان يتبرع، قال لي يا ابني رايح فين بالبيس؟ اركب مع الناس دول رايحين العشر. فجيت لعند هنا والله وانا رايح لا معايا تعريفه وانا جاي، وجيت هنا دنيتني قاعد عند معهد بالبيس البنين على الطريق لحد ما واحد شافني بعربيه كده وخدني معاه. خلال رحله حضرتك في العمل الخيري بقريتك تقابلت مع روحي الدكتور صلاح عطيه؟ تقابلت معاه كتير، تقابلت معاه كنت بتردد كتير، بس كان معنويا ونصائح وارشادات يعني، لانني كنت بحبه اب وبحبه اخ وبحبه استاذ ومعلم. كان ليه بصمات في المعهد الابتدائي مادية، في المعهد الابتدائي، اما المعهد الاعدادي والثانوي مدنا بالمقاعد، ثلاث فصول مقاعد كل فصل 14 تخت. كفر القديم بتمثل لك ايه بقى؟ كفر القديم هي الوطن، هي جنة الدنيا، جنة الدنيا. بوصي اولادي يحبوا العمل الاجتماعي سواء معاهم او معايا او مع غيرنا، احنا بنحب العمل الخير والعمل الاجتماعي مع الناس كلها، واي حد في بلد تانية وفي بلد مجاوره بنحب معاها الخير برضو. يعني الخير ده وما تقدموا من خير تجدوه عند الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا محمود نصر الله، اخو الشيخ محمد نصر الله، وكيل اداره بلبيس الازهريه في الازهر الشريف. واحنا هنا بفضل الله والشيخ محمد ربنا سخره لخدمه المشروعات العامه والمصالح والصلح الاجتماعيات في اهل البلد، وكل شيء تمام الحمد لله. يعني عشان يعني الشيخ محمد يعني بلد كفر القديم محظوظه ان فيها واحد زيه. الحمد لله، هو اجتماعيا والمصالح المشروعات اللي قامت في البلد كلها كان هو له فضل كبير فيها، هو الحاج محسن الله يرحمه، الحاج محسن منصور واللواء مصطفى والحاج حامد خاطر والمهندس علي عيسى، الناس دي بصراحة شاركوا معاه بمجهود جبار يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد عبد الله هيكل الكفر القديم. طبعا الأستاذ محمد نصر الله غني عن التعريف، راجل من أهل الخير وربنا جعله دايما في الخير. وطبعا كان معاه من في مشوار الخير دي دايما الحاج محسن منصور رحمة الله عليه والحاج علي عيسى، ربنا يا ربي دايما كان بيوفقهم للخير، هو امتداد ليهم. طبعا له بصمات في مشاريع الخير في البلد، اذا كان مشروع الاسعاف، المعهد فتاه اعدادي الثانوي، المسجد، المجمع الاسلامي، مشاريع كلها بتقدم خدمات لشباب البلد ولاهل البلد. وطبعا البلاد والبلاد المجاوره. معاك المهندس محمد نار من قريه الروضه بجوار قريه كفر القديم. بس بتمنى ان يكون كل قريه فيها
الشيخ محمد نصر الله. الأستاذ محمد نصر الله أنا تمنيت مش في قرية الرضا بس يكون في نموذج مثله في كل قرية وفي كل مؤسسة وفي كل مدينة يكون في نموذج مثل الأستاذ محمد نصر الله. ومشكورا يكفي أنك تدخلي كفر القديم من الحضانة حتى الثانوية العامة. الطفل عندك اتخرج يخش كفر قديم يخرج على جامعة مباشرة. فدي شهادة حق فيه. وأنا أتمنى أن يكون في واحد في قرية الرضا وفي كل الكورة في كل مؤسسة زي الأستاذ محمد نصر الله. مش هنعطيله حقه طبعا.